نروح معاكم لحالة الطقس النهاردة. وهيئة الأرصاد الجوية بتقول إن اليوم طقس شديد الحرارة رطب على نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. بيشهد اليوم أيضا طقس شديد الحرارة على أغلب السواحل الشمالية، وطبعا في المساء معتدل الحرارة. خلينا كمان نعرف بقى بالنسبة للرطوبة. فالرطوبة هيئة الأرصاد الجوية بتقول إن في استمرار في ارتفاعها، بيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح ما بين 2 ل 3 درجات. وكمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. نتابع مع حضراتكم توقعات هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، ونرجع نكمل معاكم فقرات يوم سعيد. طبعا زي ما تابعنا درجات الحرارة المتوقعة على الشاشة، واضح ان فعلا موجة الحر المتوقعة والتدرج في ارتفاعها زي ما نوهنا اكتر من يوم فاتوا ما زالت مستمرة. نحاول ان احنا نتكيف مع الوضع وننفذ توجيهات خبراء هيئة الأرصاد الجوية عشان نتجنب اي مشكلة تكون موجودة ويكون يومنا سعيد ان شاء الله.